تحية لك سيد بشير. في البداية، ما هي أبرز تفاصيل ما جرى اليوم في المسجد؟ كيف تم عملية أو تمت عملية تفجير المسجد؟ بأي طريقة؟ لأن هناك الحقيقة تضارب في الروايات، هناك من يقول إن انتحاريين فجر نفسيهما، وهناك من يتحدث عن وضع عبوة ناسفة داخل المكيف بالمسجد. ما الذي جرى بالتفصيل؟ للأسف الشديد اليوم تشهد مدينة قندهار تفجير دموي الذي خلف عشرات القتلى والجرحى. وفي الحقيقة مهمة هذه المساجد، يعني مساجد الأقلية الشيعية، كانت مهمة تأمينها بيد الشيعة هم، فبسبب هذا هؤلاء وصلوا إلى داخل المسجد. والإمارة الإسلامية اتخذت قرار بأن بعد هذا ستكون هناك مهمة تأمين المعابد للشيعة ستكون بيد جنود الإمارة الإسلامية، وبسبب بأن الجنود للإمارة الإسلامية ما كانت هناك، هؤلاء دخلوا إلى المسجد. والشهود العيان هم يقولون بأن انتحاريا دخل إلى المسجد وفجر نفسه في البوابة الرئيسية ثم تلاه وثالث، فهذا يدل بأن هذا التفجير وقع من قبل المفجرين. لم تكن هناك عبوة في مكيف، أو هناك لم يكن شيء آخر.